في أعوام سابقة كانت هذه الأيام مليئة بالأحداث الجوية التي خلفت أعداداً من الوفيات والمصابين، عدا عن الخسائر المادية الهائلة، حيث اجتاحت السيول والفيضانات عدد من العواصم والمدن العربية، كان أبرزها في يوم الجمعة 9 نوفمبر، وبعد أقل من أسبوعين على فاجعة البحر الميت حلت كارثة أخرى بالأردن، حيث هطلت أمطار غزيرة على المملكة أدت إلى تشكل سيول جارفة عملت على قطع الطريق الخط الصحراوي الرابط بين محافظات الجنوب عن العاصمة عمان، وحاصرت أعداداً كبيرة من السيارات على الطريق الصحراوي في منطقة طبعة التي تبعد عن العاصمة عمان نحو 90 كيلومتر. وفي نفس الوقت داهمت السيول والفيضانات السياح في مدينة البتراء، حيث تم إخلاء نحو 4000 سائح، كما سحبت السيول سيارة في مادبة بها عائلة من 5 أشخاص، وكان هناك أيضاً عددا من المفقودين في سيول منطقة الوالة والسد القريب منها، وكانت نتيجة الحالة 12 وفاة 12 إصابة، إخلاء ما يقارب 4000 سائح وتعليق دوام المدارس يومها. في يوم الجمعة 9 نوفمبر تأثرت الكويت بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، حيث تشكلت سحب رعدية قوية في مختلف المناطق أثرت بشكل رئيسي على مدينة الكويت. هطل خلال 6 ساعات ما يقارب 111 مليمتر من الأمطار، أي موسم مطري كامل هطل على الكويت خلال 6 ساعات فقط. أدت كمية الأمطار التي هطلت إلى تشكل سيول جارفة على الطرقات، وكانت النتيجة وفاة واحدة لوافد، أكثر من 500 مصاب، خسائر مادية فادحة وأضرار بالبنية التحتية وتعليق دوام المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية. السبت 10 نوفمبر تاريخ حفر في ذاكرة الجزائريين، بعد فيضانات جارفة فاجأت الكثيرين أثناء خروجهم من منازلهم صباحاً متوجهين للدراسة والعمل، فقد جرفت المياه كل ما هو أمامها من بشر وسيارات وممتلكات. في أقل من 24 ساعة هطل ما يزيد عن 260 مليمتر من الأمطار فوق الجزائر العاصمة، أي ما يقارب 3 أضعاف معدل أمطار الجزائر العاصمة خلال شهر نوفمبر كاملا. لم تكن الأرض قادرة على استيعاب كل هذه الأمطار، فحولتها لسيل جارف قادم من أعالي العاصمة نحو المنحدرات والمناطق المنخفضة، فكانت الضربة قوية بأحياء باب الوادي المنخفضة، جارفة معها السيارات بركابها نحو البحر، وكانت النتيجة وفاة أكثر من 700 مواطن، مئات المفقودين، خسائر مادية هائلة. وبالنهاية، هل ستغرق عاصمة عربية جديدة هذا العام؟